طالما وجدت هيئة المحكمة اللي استدعى المخلوع من شرم الشيخ وجه قدامنا هنا عشان نشوفه. المفروض ان اهالي الشهداء كلهم بلا استثناء يزغرطوا لان المخلوع دخل السجن ويخش الجوع لان هو ده حقنا. هو ده حقنا. كرهونا بكلمة وطني بس عمرنا ما هنكرهها لان وطني فيها حرف النون ونون هو نور الله ونون هو نهر نون في الجنة ونور نور أرواح شهدائنا حوالين مننا حوالين القضاء العادل في لون النظام بيمنعونا على بالهم ان احنا هنتكسب. عمرنا ما هنتكسب لان احنا الحق والله هو الحق ويستحي من الحق ويحيى القضاء العادل ويعيش المجلس العسكري ويعيش سيادة المشير ان سمح للمخلوع للرئيس الحرامي هو واعوانه ان يجوا هنا قدامنا. ولو ما دخلناش يكفي ان العالم كله شايفه على شاشات التلفزيون وشايفه حوالين العالم. يكفي ان الشعب المصري حضارة 7000 سنة هي الشعب الارادة اللي حكم على رئيسه بان يسجن. واوعى تقول انا اسف عشان هتتضرب بالجزمه زي اللي قبل منك وهو كان رئيس جمهوريه امريكا ولا دوله امريكا واتضرب بالجزمه. اوعى تقول انا اسف. خليك راجل. احنا الغلابه المساكين في حتتنا الراجل يفضل راجل والاراجوز يفضل اراجوز. فانت اراجوز ونزلة الستارة ونزل وتقفل كل شيء. احنا الحق وشهدائنا حق والله سبحانه وتعالى هو الحق. الذي اعطيتموني في الكلام. لا تعال انا اهو.